اشلحي ثيابك بسرعة كلهم مي. لا لا هيك منيح بينشفوا، إذا بدي اشلحهم شو بدي ألبس يعني؟ دكتورة هي مو أول مرة بحياتي بشوف مرة بلا ثياب، يلا بلا ما تمرضي من البرد. آه وانت شو رح تعمل؟ وانت كمان ثيابك تبللوا. مو كان أحسن لو ضلينا قاعدين بالسيارة وراح حدا جبلنا بنزين ورجع؟ تحكي كتير يا دكتورة كتير، يلا شلحي ثيابك. بس لا تتطلع. اطمني اطمني، قلتلك لا تاكلي هم. بدي أسألك سؤال، ما في شي بطانية تانية؟ ما بتكفي هاي؟ لا أنا عم أسأل مشانك. هنيك في بطانية عادي بقى. إيه. أوه. عادي عادي. عادي مشان تدفي، عادي هون. خدي حطي هاي عليكي كمان، خدي. خدا أنت. أنا ما بدي هلا. خلص خلص. بس لا تدفي شوي باخدا. يطول عمرك. وانت كمان غريب قلت لي طول عمرك. هيك بيقولوا بالعادة. خير شبه كتير غريبة اليوم، يعني في سبب؟ يمكن في، ما بعرف. ما بحب كلمة يمكن بالمرة، بتعرفي هالشي؟ لأنه فيها تردد وفيها خوف. ليش؟ انت بتقولها كتير عادي. بس ما بحبها، ما قلت ما بقولها. هاد يعني انه انت كمان عندك خوف وعندك تردد مدام بتقول يمكن. ما تفيدي شوي؟ ايه شوي، بس حلقي بلش يوجعني من البرد. لا هذا ما من البرد نهائيا، هاي وراثة بعائلتكم. انت ما جعت؟ لا. ليش اكلت شي؟ لا. أوف ليك شوف شو في معي هون بالشنطة. أنا جعت بالمشفى، قمت اشتريت هي بس ما قدرت كملها كلها، خليتها معي مشان طعميها للسمك. بس روح طلعت من نصيبك، خدها خود لا تتردد. آي بدي أسألك سؤال. تفضلي دكتورة. أنا ما عم أسأل مشان هلأ، بس عموماً أنت بتنام بتيابك اللي عليك هيك على طول؟ شو بيعرفني؟ بس خطر لي أسأل، يعني أنت ما بتلبس بيجامة مثلاً؟ في شغلات مريحة للنوم بهالدنيا. السلاح شرف الجندي، اللون شرف الجندي، رح تعانقوا سلاحكم تسطحوا بس ما رح تناموا، يمكن تضطروا تفيقوا فجأة، لازم تكونوا مستعدين كل دقيقة، مفهوم؟ مثل العادة تشرد وما بتعود بتسمع ولا بترد. انت احكي وانا رح اسكت. ما اجينا لهون مشان نعرف بعض ما هيك؟ اسئله مثل بتلبس بيجامه ولا شو بتلبس؟ قلي ليش اجينا لهون؟ خدي اعطيها للسمك. شو اللي جابنا لهون؟ اكيد اجينا مشان سبب. تشتكي من شي؟ ما بعرف، يمكن في سبب. طيب روحي على الشرطه. منيح أنت عندك. لا منيح.
مجنونة ولا شوي؟ تعرف شي غريب إني ما خفت على حالي اليوم وأنا بالمشفى. أنتي متأكدة؟ والله ما خفت صدقني، لو بالأحوال العادية يعني ما بقدر شوف أي فيلم رعب بالسينما، إذا بشوفه بموت خوف. الرجال سحب علي سكين وأنا ما خفت منه. وليش ما خفتي بقى؟ كنت حاسة إنك رح تجي وتنقذني، ما بعرف ليش بس كنت حاسة. صار لي فترة عايشة معك، يمكن مشان هيك تمرنت على هالشي. عيوني عكست يلي بعيونك. الله الله، علق براسي الشي اللي قال لي اياه يجيت عنك. طفولتك كانت صعبة. شو بدينا بالعلاج يا دكتورة؟ إذا هيك لخبرك كل شي عني طالما نحن قاعدين. مثلا أبي كان يشرب كتير وكان يضل عم يضربني وقت كنت ولد. شو بدي بهالحكي؟ أنا ما جبت سيرة هيك شي، ويجيت ما قال غير إنه الحلاق نجدت يعني أبوك قديش كان رجال طيب وإنه كان يحبكن كتير. كان يحبنا كتير. فضول مني يعني، مين بفرط بحياة شخص مثل هاد؟ بعرف إنه خالك لقى قاتل وإنت اللي قتلته، إيه بس شو يعني؟ ما بيخطر على بالك شي غير قصة التار البشعة؟ ليكي دكتورة، عرفتي اللي لازم تعرفيه وبس، لا تهتمي بأكتر من هيك. واحد كلب قتل أبي وأنا ما ترك الدم ويروح هدر، بس هيك. أنا بعرف كتير منيح شو يعني يفقد الإنسان أبوه هو لسه بحاجته فرهان. أنا كمان حبيت أبي مثلك على الأقل، مثل كل طفل. بس أمي فقنا مرة الصبح، لقينا أبي قاعد عم يبكي. قلت بقلبي بعرف إنه الأبهات ما بيبكوا هيك، طلعوا بيبكوا مثلنا، وقلت خليني روح عنقه وأسأله بابا ليش هيك عم تبكي. قلت بواسي وبتطمن عليه بس ما قدرت، غلطت لأني ما كنت بدي حسسه بضعفه مشان ما خجله. كان جبل بتكفي قوته لكل شي، شو اللي ممكن يضعفه؟ كان كتير ضعيف. وأمك؟ شو عن أمك؟ أمي؟ أخذت أختي واختفت هي وياها. اتصلنا ودورنا ما في، ماتوا ولا لسه عايشين، ما حدا بيعرف. تعرف إنه الرجال اللي بتموت مرته هو بينكسر قلبه صح، بس الرجال اللي بتتركه مرته حياته وشرفه بينكسروا قبل قلبه، وانت بتعرف هالشي. أبي نهار راح الإنسان اللي كان قوي مثل الجبل وقوته بتكفي لكل شي، وإجا واحد غيره بينهز لأقل نسمة ممكن تلمسه. وقتها أنا زعلت على أبي أكتر بكتير من زعلي على روحة أمي. يا ريتها ما راحت، يا ريت أمي تركت إلي ولأخي غصن نتمسك فيه ونستند عليه وقت نجي لنوقع. هلأ بتقلي بتضلي تحكي بس تلاقي فرصة، بتقلي بتعرفي تداوي الجروح بس ما بتعرفي شو هو الجرح. أنا بعرف الناس من الجرح. شو ما بردت؟ أنت ما نمتي؟ لا. طيب نامي. ماشي رح نام. أنت ما بتبرد؟ لا بنوب. صحيح، أنت شخص لا بتتوجع ولا بتبرد أبدا ولا حتى بتتعب، مو هيك؟ ايه هيك تماما، نامي. بس هيك بتمرض؟ والله معقول هالشي، يمكن امرض
بس خليكي بحالك، هيك أحسن. شو رح تضل هيك تجاوبني؟ ليش رح تضلي عم تحكي؟ نصحتك، اعمل شو ما بدك. بعمل إذا تركتيني. يطول عمرك. أنت متأكدة؟ من شو؟ من طول عمري. شو نمتي؟ مو قلتلي نامي؟ ايه منيح نامي. لك انا رح طق منك، تعرف انه اعصابي رح تنفجر وانت هيك عم بتجاوبني بكلمة واحدة؟ انت بتموت يعني لو قلت جملة كاملة؟ اعمل شو ما بدك، انت حر. قلتي هالجملة من قبل وما تركتيني. بدي اسألك، لسا في حطب؟ بعرف انك ما رح تجاوب، انا مين عم بسأل؟ فيك تحط اتنين سوا؟ انا بردانة ما تفيد. ما بقدر حط اتنين سوا لانه ما بيوسع المكان. رح جرب. شكرا. وسعت وحدة تانية لا. الشومينيه صغير. ليش ما بتقول إنك فقت وليش ما فيقتني كمان؟ عم أحكي معك. على شو عم تتطلع؟ وشك لهنيك. بالعادة ما بقلك إني فقت، مو هيك؟ وشك لهنيك، يلا بسرعة. شو صاير له هاد؟ مو في كتير نسوان حواليك؟ وذكاءهم أقل من ذكاء موبايلك؟ تفرج عليهم. لوين رايح؟ راح أعبي بنزين بالسيارة، أنت ابقي هون وانتظريني. ألف صحة. أكيد رح أمرض.